اسمي محمد رافت، لاعب نادي الاهلي، مواليد 2005، مركزي في الملعب وسط ملعب مدافع، واللي بيدربني كابتن احمد سمير. بدايتي مع الكوره كان عندي 3 سنين، كنت بلعب في نادي انبي الاول، بعد كده ما حصلش نصيب في نادي انبي، رحت النادي الاهلي، وكابتن احمد سمير يعني اختارني هو والكابتن تامر حفني، والحمد لله بقيت العب اساسي في نادي الاهلي. كنت داخل اختبارات، بعد كده يعني لعبنا ماتش ودي، الكابتن احمد سمير شافني حلو، بعد كده قال للكابتن عماد مدي محمد رافت عشان بعد كده يلعب معانا ماتشات. يعني الكابتن عمسيبير هو اللي اكتشفني وقال لي لعيب كويس. كانت طبعا فرحة كبيرة، وأي حد يتمنى يدخل نادي الأهلي، النادي الأهلي ده نادي عظيم، ويعني كان أي حد ليه الفرصة اللي هو ليه الشرف اللي هو يدخل نادي الأهلي، والحمد لله أنا في نعمة في النادي الأهلي. أنا بقى لي 4 سنين في النادي الأهلي، وتعلمنا فيهم المبادئ والالتزام ونلعب لغاية آخر دقيقة، وهدفنا إن احنا نطلع مركز أول ما نطلعش مركز تاني. الحمد لله احنا دلوقتي لحد دلوقتي احنا مركز أول. هو طبعا لحد دلوقتي انا بتمرن 4 سنين مع الكابتن احمد سمير، وكابتن تامر كان ماسكنا سنتين، اللي هو الاداري، اللي هو الاداري كان بدل الكابتن جمال السايب، بعد كده كابتن جمال جه، يعني هو سنتين وتامر كابتن تامر سنتين، وبعد كده اتمرنت بقيت السنين 4 سنين ده مع الكابتن احمد سمير. هو اللي طبعا فضل عليا، هو اللي جابني من النادي انبي ولعبني رقم واحد في النادي الاهلي اساسي، هو اللي فضل عليا. طبعا احنا علاقتنا والله كويسه، احنا لازم نتمنى الخير لبعض عشان الخير يجي لنا، ويعني واللي بيلعب التاني ما بيزعلش عشان ربنا يكرمه في الماتشات، واحنا ما يعني ما بنزعلش على اي حاجه، احنا كلنا اصحاب مع بعض ومحدش بيزعل. السكه اول ما جيت كنا بنلعب خماسي، جبت فيه جونين، بعد كده لعبنا وادي دجله جبت جون، ولعبنا المقاولين برده جبت، المقاولين هناك عندهم جبت جون، وعندنا جبت جون برده، ولعبنا انبي وكسبناها، ويعني كسبناها في الدور الاول، وتعادلنا في الدور الثاني، وكسبنا طلوع الجيش، وكسبنا الداخليه، يعني الحمد لله يعني ادينا مهرجان اللي فات بشكل كويس. في بطوله الامارات لعبنا الماتش الاول كسبنا 4-1، بس انا ما احرزتش. الماتش الثاني لعبنا الاكاديميه الكنديه، وانا احرزت كول والجون كان يعني حلو، وكسبنا 2-1. بعد كده الماتش بتاع وادي دجله ما حصلش نصيب، جبت جون بس خسرنا يعني في الاخر 2-1، بس احنا ادينا اداء مشرف. نفسي طبعا اطلع فريق اول، بس طموحاتي برده ان انا اسافر بره والعب، بس يعني ان شاء الله اطلع فريق الاول، بعد كده يعني افكر بقى في الاحتراف بعد، زي رمضان صبحي، زي تريزيجيه، زي عمرو ورده، زي محمد صلاح، يعني كل واحد لازم يكون ليه طموحات عشان يسافر، يعني يسافر بره، بس هو يعمل اللي عليه ويؤدي وربنا يكرمه في الاخر. لما بتفرج على ماتشات الفريق الاول طبعا لازم يعني نفسي اكون يعني اكون بلعب انا وادي اداء مشرف، بس لما بيكسبوا بنفرح طبعا، بس لما بيخسروا بنزعل شويه، بس الحمد لله ان هم يعني بيكسبوا على طول باذن الله. مثلا الاعلى في مصر كابتن حسام غالي، ومثلا الاعلى في العالم كابتن كريستيانو رونالدو. كابتن حسام غالي هو طبعا كابتن النادي الاهلي، وهو هو القائد، بيحمس الناس على اللي هم يجيبوا جوان، وبيقول لهم ما تيأسوش، ولو في جون لا قدر الله جه فيهم يعني بيجيب الكره من الشبكه ويقول لهم يلا ما تيأسوش وهنجيب جوان. والنادي الاهلي بيلعب لغايه اخر دقيقه. حياه لعيب الكوره حياه صعبه، وهي من المدرسه على النادي، بعد كده يعني لو في وقت بذاكر شويه، بعد كده اليوم التاني المدرسه برده او النادي، والايام صعبه طبعا، يعني النادي والمدرسه دي صعبين، ما حدش يقدر يقارن بينهم، عشان دي مدرسه المفروض تنجح، ودي الكوره المفروض يعني برده الكوره هتنجحك برده في حياتك، بس يعني المفروض توفق ما بين الاثنين. طبعا لازم في وجبات في اليوم، وجبه فطار وعشاء، فطار وغدا وعشاء، وبنام لازم انام الساعه 8 عشان اصحى التمرين اللي بعده فايق، ويعني ومصحصح كده عشان ادي التمرين حلو باذن الله. يومي في النادي الاهلي بيكون يوم طبعا سعيد، انا بفرح بيه طبعا عشان انا جيت النادي الاهلي وبتمرن فيه، طبعا دي نعمه كل الناس تتمنى ان هي تكون في النادي الاهلي. الحمد لله بشكر الله على النعمه دي اللي انا فيها. بيميز طبعا لعيب النادي الاهلي اللعب لغايه اخر دقيقه، والانتماء والالتزام، وطبعا روح الفانيلا الحمراء دي فوق اي شيء. والدي ووالدتي ليهم فضل كبير عليا، والدي تعب معايا شويه، اللي هو كان بيوديني النادي وبيتعب معايا، وداني انبي برده وجري ورايا، بعد كده وداني الاهلي، والحمد لله دلوقتي في النادي الاهلي، هو تعب معايا وليه فضل كبير طبعا عليا هو والدتي. اوعدكم ان انا اكون لعيب كبير في النادي الاهلي، ونحافظ على اسم النادي الاهلي، واحقق اكبر امكانيات من البطولات، وباذن الله نحافظ على اسم النادي الاهلي ده، ما نخلوش يعني ينزل ارض خالص.